اهلا اعزائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقه هو بعنوان من موجود في الكتاب المقدس من رساله بولس الرسول الى كنيسه روميا الاصحاح الاول والايه 16. هذه الايه تقول: لاني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوه الله للخلاص. هل سمعت هذه العباره وقوه هذه العباره يقول الرسول بولس لست استحي بانجيل المسيح والسؤال هل يوجد شيء ما يحرج او يخجل او ينكس الراس في شخصيه يسوع المسيح او في الكتاب المقدس من اجل هذا احبائي الملايين من المسيحيين اللي امنوا بالمسيح يفتخرون بالرب يسوع ويفتخرون بالانجيل ولاحظ الكلام لانه قوه الله للخلاص لكل من يؤمن وهذا يشمل الجميع من كل الدول، من كل الشعوب، من كل الخلفيات، من كل الامم. لانه بولس بكمل فيه بيقول لان فيه معلن بر الله من ايمان للايمان كما هو مكتوب اما البار فبالايمان او في بايمانه يحيى ولكن هذا الانجيل بيتكلم عنه لليهودي اولا ثم لليوناني فاذا طبعا طلع في كونسبت جديد كان غير مالوف انه فقط كان الناس بتفكر انه البشاره جاءت لبني اسرائيل ولكن واضح الكتاب يقول لكل من يؤمن هذا يشملك انت ويشملني ويشمل كل شخص في هذا الوجود بغض النظر بلغتك خلفيتك عرقك جنسيتك جنسك هذه البشاره للجميع للاغنياء والفقراء للنساء للرجال والنساء على السواء فهي هذه الرساله للجميع